والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا الكرام، تتواصل تحديات ميدان الشحانية وتتواصل أشواطنا في هذا المساء، وشوط الختام شوطنا 12 للإبكار الإجذاع، ومن مسافة 6 كيلومترات وشعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة الكرام انطلقت هذه الأسماء واندفعت هذه الشعارات لتزين أرضية هذا الميدان. نتقدم مباشرة مع البداية ومع المركز الأول حرير بشعار هجن المرقاب، حمد بن علي بن سعيد بن حلفان من يقدم لنا حرير على المركز الأول. المركز الثاني الوصول والقدوم من سلام، هجن أم الزبار، حمد بن سالم بن حمد بن زاهرة يتقدم مع المركز الثاني. المركز الثالث الوصول والقدوم من أهيلة، هجن الشحانية ومحمد بن خالد العطية المشاغب في التضمير من يتواصل مقدما لنا وهيلة مع المركز الثالث. المركز الرابع الوصول، رابع الأسماء هنا الوصول من عروب، هجن الشحانية وجار الله بن محمد بن عقيل مقدما لنا عروب مع المركز الرابع. المركز الخامس الوصول والانطلاق أيضا من شعار هجن الشحانية بقيادة جار الله بن عقيل من يقدم لنا في هذه اللحظات مع المركز الخامس. هنا الوصول من رمضة أو هماليل جار الله بن محمد بن عقيل بشعار هجن الشحانية مع المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام للخمسة الأسماء الحاضرة والمندفعة على أرضية ميدان التحدي. نعود مع البداية ومع المركز الأول. هنا سلام، تنطلق سلام على أول الأسماء وأول التحديات، هجن أم الزبار، حمد بن سالم بن حمد بن زاهرة من يتواصل مع سلام على المركز الأول. المركز الثاني حرير من تحتل المركز الثاني بشعار هجن المرقاب، حمد بن علي بن سعيد بن حلفان المبدع من يبدع في هذا التحديات وفي هذا المساء مع حرير على المركز الثالث باحثا عن النقطة الرابعة لهذا الشعار الكبير. المركز الثالث الوصول والقدوم من قبل هماليل، هجن الشحانية، جار الله بن محمد بن عقيل، برنس المضمرين من يتواصل من يبدع في هذا المساء بهذا الشعار الكبير وبهذه الأسماء العملاقة الأسماء النادرة في هذا المساء. من يتقدم هنا مع المركز الثالث. المركز الرابع الوصول والقدوم من قبل وهيلة، هجن الشحانية ومحمد بن خالد العطية المشاغف في التضمير في هذه اللحظة يحضر مع وهيلة على رابع الأسماء. المركز الخامس عروب بشعار هجن الشحانية، جار الله بن محمد بن عقيل أيضا برنس المضمرين يقدم لنا عروب مع المركز الخامس. هكذا متابعينا مشاهدين الكرام نداونا الثاني أتممناه على مسامعكم، ولكن العودة مع حرير من غيرت مع الصدارة، من غيرت مع المركز الأول بشعار هجن المرقاب على أول الأسماء وعلى أول التحديات. حمد بن علي بن سعيد بن حلفان يقدم لنا حرير على أول الأسماء وأول المراكز. المركز الثاني الوصول والقدوم من قبل سلام، هجن أم الزبار، حمد بن سالم بن حمد بن زاهرة مقدما لنا سلام على المركز الثاني. المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات، وصلت هماليل مع المركز الثالث بشعار هجن الشحانية، جار الله بن محمد بن عقيل، برنس المضمرين مقدما لنا هماليل
حمايل مع المركز الثالث من تنطلق بشعار هجن الشحانية على ثالث الأسماء. المركز الرابع الوصول، وصل الدعم الكبير هنا من قبل شعار هجن الشحانية ومن قبل المضمر البرنس، من يقدم لنا هيبة ويقدم لنا عروب ويقدم لنا رمضة مع المراكز. هنا المراكز الخامس والسادس والسابع ينطلق هذا الشعار الكبير وهذا المضمر المبدع والمتميز في هذا المساء. هنا جار الله بن محمد بن عقيل برنس المضمرين من يقود هذا الشعار في هذه اللحظات، ولكن نعود مع الصدارة، نعود مع الريادة، مع هماليل على أول الأسماء، حمايل مع التحدي ومع الإثارة مع المركز، مع المركز الأول هجن الشحانية. جار الله بن محمد بن عقيل من يقدم لنا حمايل على أول الأسماء وأول المراكز. المركز الثاني سلام هجن يوم الزبار، حمد بن سالم بن حمد بن زهرة مقدما لنا سلام على المركز الثاني. المركز الثالث الوصول والقدوم من حرير هجن المرقاب، حمد بن علي بن سعيد بن حلفان يتواصل في هذه اللحظات مع المركز الثالث. المركز الرابع وصلت هيبة، وصلت هيبة، وصلت هيبة في هذه اللحظات هجن الشحانية. جار الله بن محمد بن عقيل برنس المضمرين مقدما لنا هيبة مع المركز الرابع. المركز الخامس الوصول، وصلت رمضة، وصلت رمضة في هذه اللحظات. جار الله بن محمد بن عقيل يقدم لنا رمضة، يقدم لنا رمضة مع المركز الخامس، ولكن نعود، نعود مع الصدارة، نعود مع المركز الأول، نعود مع حمايل، حمايل مع الصدارة، حمايل مع المركز الأول. هجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل، ولكن وصلت في هذه اللحظات، وصلت في هذه الأثناء من غيرت من المركز الثالث إلى الثاني إلى المركز الأول. هيبة، هيبة يا هيبة، مرحبا بهيبة، مرحبا بهذا الوصول، مرحبا بهذا القدوم وهذا الانطلاق المتميز من هيبة وحمايل وهجن الشحانية والشعار الادعم المتميز دائما وابدا. الله الله، برنس المضمرين جار الله بن محمد بن عقيل من يتقدم في هذه اللحظات مع هيبة وحمايل. المركز الثالث سلام هجن يوم الزبار، حمد بن سالم بن حمد بن زهرة من يقدم لنا سلام على ثالث الأسماء. المركز الرابع حرير هجن المرقاب، حمد بن علي بن سعيد بن حلفان يقدم لنا حرير، ولكن الشوط، الشوط شحاني، الشوط شحاني مع هيبة وحمايل، مع هيبة وحمايل هجن الشحانية. جار الله بن محمد بن عقيل البرنس، البرنس من يقدم لنا حمايل، من يقدم لنا هيبة، من يقدم لنا الأسماء التاريخية، من يقدم لنا الأشكال، الأشكال الندر في هذه اللحظات. ولكن حرير، حرير، حرير مع المركز الثالث، حرير مع ثالث الأسماء، ولكن هيبة، 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 حمايل، حمايل، هيبة، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله عليهن، ما شاء الله حواليهن، على هذا الإبداع، على هذا التميز، بدون أي أوامر، بدون أي إزعاج. الشوط شحاني، الشوط مع البرنس، الشوط مع أبو محمد. سلام هجن الشحانية، سلام، سلام لبرنس المضمرين. جار الله بن محمد بن عقيل على فوز هيبة وعلى فوز حمايل بالمركز الأول والثاني في شوط الختام. تهانينا والناموس، وبدون أي أوامر، بدون أي تعليمات تذكر. المركز الثالث حرير هجن المرقاب، المركز الرابع صبر هجن الشحانية، المركز الخامس كانت سلام هجن أم الزبار. إذن متابعينا مشاهدينا الكرام، تهانينا والناموس
لهجن الشحانية على انتزاع هيبة لناموس شوط الختام والمضمر المبدع والمتميز دائما وابدا جار الله بن محمد بن عقيل برنس المضمرين، من قدم لنا هيبة وقدم لنا همايل مع المركز الاول والثاني. تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار الكبير والمشرف. إذن متابعينا مشاهدينا الكرام، تهانينا والناموس لهجن الشحانية على انتزاع هيبة لناموس هذا الشوط بتوقيت زمني 9:09:61 من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني كانت همايل هجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل 9:09:81 من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث حرير هجن المرقاب مع المضمر حمد بن علي بن سعيد بن حلفان 9:15:73 من الثانية. تهانينا والناموس لهجن المرقاب للمضمر المبدع حمد بن علي بن سعيد بن حلفان. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. نذكر متابعينا مشاهدينا الكرام بصاحبة الشوط الرئيسي ثريا لهجن المرقاب بقيادة علي بن سالم بن حمد بن سالم المالكي، من انتزعت الشوط الرئيسي للبكار، وأيضا طايل من انتزع الشوط الرئيسي للقعدام بهجني بشعار هجري أم الزبار مع المضمر حمد بن سالم بن حمد بن زاهرة. وأيضا متابعينا مشاهدينا الكرام نشاهد صاحبة التوقيت الأفضل شقراء بشعار هجر الشحانية مع المضمر المبدع برنس المضمرين جار الله بن محمد بن عقيل بتوقيت زمني 9:08:65 من الثانية. تهانينا والناموس لهجر الشحانية وللمضمر البرنس جار الله بن عقيل. لذلك انتهت منافسات الفترة الأولى من السباق المحلي السابع، بأمل أن نلتقي بكم في المرحلة الثانية. إلى ذلك الحين.